التحدي الأول لهذا الأسبوع. يلا احكي احكي، بدي أعرف إيش التحدي. صعوبة التحدي بالوقت. ما توقعت، ما خمنت هذا التحدي. تذكر هيلين كيلر وهي كاتبتي المفضلة؟ بعدي بالتأكيد. مخارج الحروف اللي عندها مش واضحة يعني. وبعدين الثقة الزايدة عن اللزوم. تلك الدوامة التي سلبت مني التركيز. أربع أشخاص بدهم يدخلوا بدائرة الخطر. هل حبوني اللجنة أو ما حبوني؟ بالنهاية قرار رجع لهم. ما رح أتوقع شيء، بس رح أدعي لربي يعني. الخوف كان يعني يتلبس الجميع. خلينا نصوت. طب نصوت. هاي النتيجة.